معي على الهاتف الأستاذ أدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي. مساء الخير يا أستاذ أدري. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا بيك. يعني أسأل سؤال اللي سألته الدكتور عماد، إذا كنت نائبا في البرلمان، هل حزبكم سيوافق على أداء هذه الحكومة أو على هذه الحكومة ويمنحها الثقة؟ من حيث المبدأ لا مانع من منحها الثقة. أنا بحيي السادة الوزراء اللي قبلوا المواقع او اللي قبلوا الاستمرار. ما في شك انه الاحساس بانه امامه شهرين الى ثلاثه ويكون محتمل التغيير ثم يقبل هذا الموقع، اعتقد ده نوع من الانتماء الراقي والوطنيه المشهود بها. يعني لو كان لك ان يعني تغير في هذه الحكومه، كان ممكن تغير مين او مين اللي كنت شايف ان هو لازم ما يكونش موجود؟ والله الحكومة بشكلها الحالي أنا بعتقد أننا كمواطن مصري قبل أي شيء يعني ما تم تغييره كان فعلا إحساسي أنه مطلوب تغييره. وفي كل الأحوال أنا يعني بتمنى أن السادة الوزراء الجدد والقدامى يتصرفوا في وزارتهم على أنهم مستمرون دوما، لا يحكم تصرفاتهم أن المسألة تسير أعمال على مدى شهرين أو ثلاثة. إحنا الوقت بالنسبة لنا ثمين للغاية، لابد أن نستثمر كل الوقت ونتصرف بمبادرة بشجاعة اتخاذ قرارات، نتصرف كأننا باقون في الموقع أطول مدة ممكنة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي.